عقد المجلس الأعلى للثقافة مائدة مستديرة بعنوان فلسطين والإعلام الدولي، والتي نظمتها لجنة الإعلام بالمجلس. أقيمت المائدة المستديرة ضمن فعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة إحياء لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتناولت آليات التضليل المستخدمة في تغطية الأحداث في فلسطين من قبل بعض وسائل الإعلام. لا شك أنه مؤتمر مهم جدا، يأتي انعقاده في وقت عصيب يمر به الشعب الفلسطيني ويتعرض إلى هذه الحرب الإسرائيلية البشعة وإلى هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يستهدف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأنحاء الأراضي الفلسطينية، ويستهدف وجود الشعب الفلسطيني على أرضه. هذه الدعوة من وزارة الثقافة المصرية والمجلس الأعلى للثقافة مهمة جدا، تسلط الضوء على موضوع أيضا مهم جدا، وهي القضية الفلسطينية في الإعلام الدولي ودور الإعلام الدولي في القضية الفلسطينية. إزاي الإعلام يتناول هذا الموضوع اللي أنا بشوفه أنه هو مش بس قضية فلسطين أو الاعتداء على غزة وشعب غزة، ولكنه اعتداء على الإنسانية، اعتداء على العالم العربي والعالم الإسلامي كله. نحن نرى ما يحدث للشعب الفلسطيني وخصوصا في قطاع غزة بما يكون جميع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومخالفة القانون الدولي علنا وعلى الهواء مباشرة ويوميا. عدد الضحايا الذي قارب أكثر من 17,000 شهيد وآلاف المصابين والجرحى، أطفال وصل قرابة 5,000 طفل والنساء وغير ذلك، يعد من الجرائم العظمى التي لم تحدث حتى في الحروب السابقة. المائدة المستديرة دعم ويعني منطلقة من إحساس المثقفين المصريين بالمسؤولية الوطنية والقومية تجاه الشعب الفلسطيني والمسؤولية الإنسانية أيضا.